وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام بايثون. نواصل معكم سلسلة محاضرات الفانكشن، وطبعا في هذه المحاضرة راح نشرح الاوبن ارجمنت، المحددات المفتوحة. طيب لنفرض عندنا فانكشن، هذه الفانكشن مثلا اسمها بهاء، ديف بهاء. هاي الفانكشن بها مجموعة من المحددات، مثلا هذه المحددات اللي هي السكيل. طيب طبعا حبينا نضيف مجموعة غير محددة من السكيل، مثلا احد الاشخاص يحب يضيف السكيل اللي هو مثلا 20، احد الاشخاص يحب يضيف السكيل اللي هن مثلا 50 30. يعني معناها انه هنا ما نعرف كم متغير نحتاج حتى نضيف السكيل، يعني نريد نخلي هذا المتغير يكون مفتوح بحيث المستخدم يقدر يضيف محددات ومتغيرات مفتوحة بالقدر اللي هو يحتاجه. حتى يكون المتغير مفتوح نضيف قبله نجمة، نضيف نجمة، هذه النجمة تعني انه هذا المتغير هو متغير مفتوح. طيب راح نضيف for، طبعا اللي تعلمناها سابقا، نكتب for، راح نسمي هذا الفور سكيل، راح نسميها مفرد وليس جمع، ان المتغير الرئيسي اللي هو سكيل، قطين شارحة، وهنا راح نطبع print، راح نطبع الفور السكيل هذه بهذه الطريقة، وقبلها راح نكتب ايضا print مثلا my skill my skills is، وطبعا لا ننسى ان يكون دبل كوتيشن مارك بهذه الطريقه. طيب الان احد المستخدمين مثلا حب يطبع المهارات الخاصه به، راح يجي يكتب مثلا اسم الفانكشن، وبداخلها راح يكتب المهارات بالعدد اللي هو يريد، رغم انه هنا كاتبين متغير واحد فقط، بما انه هنا الفانكشن تحتوي على متغير واحد، ولكن بما انه مخلين نجمه بامكاننا انه نخلي ما نشاء من المتغيرات. مثلا راح نكتب هنا HTML CSS ومثلا Python بهذه الطريقه، ومثلا راح نكتب اخيرا PHP بهذه الطريقه. مثلا اني مهاراتي، هذه هي مهاراتي، راح اجي اجري عمليه الرن. اذا الاحظ هنا my skill is html my skill is css، طبعا هالعمليه يعني my skill تكرر عند كل عمليه طباعه، يعني هنا طبعا هنا بالعمليه الاولى راح يكتب my skill is و html، يرجع مره ثانيه يعيد my skill css. طيب هالعملية مو صحيحة، حتى أخلي الماي سكيل تنكتب مرة واحدة لابد أنه أطلعها فوق الفور، يعني أخليها بالأعلى، أعلى الفور حتى تكتب مرة واحدة بهذه الطريقة. إذا أجي هنا أنا أجري run، إذا ألاحظ ماي سكيل is، وطبعا عندي هنا أنا HTML. مثلا شخص آخر عنده مهارات أخرى، مثلا word excel ومثلا فوتوشوب بهذه الطريقة، مثلا فقط هذه المهارات وورد اكسل فوتوشوب. إذا نجي لعملية run، مثل ما نلاحظ هنا أنا my skill is HTML CSS Python PHP، الشخص الآخر my skill is وورد اكسل فوتوشوب. طيب بإمكاننا نضيف ما نشاء بالأعداد اللي نريدهن، بشرط أن يكون المتغير بالأعلى الأرجمنت يحتوي على نجمة حتى نستطيع وضع متغيرات بقيم كثيرة. طبعا هذه المحاضرة مهمة جدا في حال لو كان عندنا بيانات مفتوحة ولا نعرف العدد المحدد لها. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.